بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أورد يعني هذه الآية، ثم أورد في الباب الذي بعدها الآية الثانية: وإذ جعلنا بيت مثابة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الآية ذكر يعني في بعض النسخ بابين، جعل بابين: باب فيه الآية الأولى وباب فيه الآية الثانية هو الحديث، وفي بعض النسخ باب واحد يعني في الأول وليس فيه باب بين الآيتين، فتكون الآية تكون الآيتان مع الحديث في باب واحد. و يعني كان المقصود من ذلك بيان تعظيم يعني هذه الكعبة وأنها معظمة، لأنه ذكر في الآية الأولى أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، والآية الثانية فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيعني يكون في ذلك بيان يعني عظم شأن هذه الكعبة وأنها معظمة وأن الله تعالى جعل لها يعني هذه المنزلة. ثم ذكر يعني في الآخر ما يحصل في آخر الزمان من تخريبها، يعني هذا الذي عظم وله المنزلة العلية وهو أقدس بقعة في الأرض، يأتي آخر الزمان فيأتي رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين فيهدمها ويقلعها حجرا حجرا، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن البيت المعظم وأن الناس يعظمونه وأنه يسلط الله عليه في آخر الزمان من يحصل منه هدمه وقلعه حجرا حجرا، وبعد ذلك لا يعمر ويبقى يعني البيت يعني ليس له بنيان يعني بعد ذلك، وكان هذا في آخر الزمان كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في قبل آخر الزمان صد عنه الحبشة أصحاب الفيل وأنزل فيهم ما أنزل، وعاقبهم الله بالحجارة التي ترميهم بهذه الطيور التي ذكر الله في سورة الفيل، ولكن الله عز وجل في آخر الزمان عندما تقرب نهاية الدنيا ولا يبقى إلا الأشرار والحثالة الذين تقوم عليهم الساعة والذين لا يقال فيهم الله الله
فإنه يحصل ذلك بآخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون هذه الكعبة يعني معظمة ومحفوظة يعني في هذه المدة، ولكنها في آخر الزمن يحصل لها يعني هذا الذي يحصل. أعد الآيتين. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني هنا من أجل بيتك المحرم جاءت هذه الآية عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. شف قياما شرع. يقول: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وعن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. يعني ذكر أن قيام الناس أن يعني أنهم ما داموا يعني على دينهم يعني يعظمون الكعبة ويستقبلونها في صلاتهم ويطيعون الله ورسوله ويؤدون هذه العبادة من كل مكان مستقبلين هذه القبلة معظمين لها، وإن أمرهم يكون قائما وحالهم طيبة. وإذا يعني جاء آخر الزمان وجاء وقت الذين تقوم عليهم الساعة يعني تهدم ثم لا تعمر يعني بعد ذلك، يعني بعد أن يهدم هذه السويقتين، والله عز وجل صد عن الكعبة أصحاب الفيل وأهلكهم وقضى عليهم وما دام أو في الحالة التي الناس كانوا فيها يعني مستقيمين على أمر الله ويستقبلون هذه القبلة ويصلون إليها. وإذا جاء آخر الزمان ولا يبقى إلا حثالة تقوم عليهم الساعة فإنه يحصل من ذلك الرجل تمكينه منها وهدمها. قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين. يخرب الكعبة ذو السويقتين. السويقتين جمع ساق، وهي تصير سويقة يعني سويقة يعني ساق يعني دقيق، يعني وصف بالتصير لأنه دقيق الساقين. نعم. من الحبشة. نعم من الحبشة. والذين جاءوا لغزو الكعبة وأهلكهم الله ومعهم الفيل هم من الحبشة. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد. نعم. عن الزهري. نعم. وهذا فيه رواية ابن عيينة عن الزهري بواسطة، وهو كثيرا ما يروي عنه بدون واسطة، ومن علامات التمييز بين السفيانين أنه إذا كان سفيان يروي عن الزهري فيراد به سفيان بن عيينة، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به سفيان ابن عيينة. وهذا يعني فيه أنه روى عنه بواسطة، وكثيرا ما يروي عنه بغير واسطة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. ثم ذكر هذا الحديث أن
عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون عاشورة قبل أن يفرض رمضان، وكان يوم تستر فيه الكعبة، وبعد فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام من شاء يصوم فليصوم ومن شاء يترك فليترك. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر كسوة الكعبة، وأنه يوم تكسى فيه الكعبة، وذلك فيه تعظيم لها، وهو داخل تحت الباب السابق من ناحية أن فيه تعظيم الكعبة. الآيتين في الآيتان السابقتان فيهما تعظيم الكعبة، والحديث الذي بعده يعني فيه أنها تخرب يعني بعد أن عظمت إلى قرب نهاية الدنيا، والحديث الثاني فيه أيضا الإشارة إلى تعظيمها حيث أنها تكسى وأنها تحصل لها الكسوة، وأنه في ذلك اليوم تكسى فيه الكعبة. وقد وهذا يدل على 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 ثبوت كسوة الكعبة وأنها تكسى، ويدل له أيضا الحديث الذي في الصحيحين الذي فيه أنه يوم الفتح قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا عن ابن خطل، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة، ولو وجدتموه متعلقا بأسار الكعبة. فهذا يدل على وجود الكسوة للكعبة وأنها تكسى وأن كسوتها معروفة، وقد أجمع على كسوتها، أجمع العلماء على أن كسوتها بالحرير أو بالدباج أن ذلك سائغ، كما ذكره الحافظ يعني في 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 شرح هذا الحديث أو الحديث الذي بعده، لأنه ذكر أن الاتفاق أو الإجماع قائم على كسوتها بالدباج، قائم على جواز كسوتها بالدباج، والدباج هو الحرير الغليظ، يعني ما غلظ من الحرير يقال له ديباج. كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. فلما محل الشاهد من هذا هو يوم تستر فيه الكعبة، يعني فيه تعظيم لها، وكان هذا في يوم تستر فيه الكعبة، وجاء يعني بعد ذلك قالوا أنها كانت تستر يوم النحر، أنها كانت تستر يوم النحر. فلما فرض الله رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليترك. يعني صوم عاشوراء هو من آكد النوافل وآكد التطوع، وهو أفضل يصام يوم يصام بعد يوم عرفة، لأن أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، ويليه صيام عاشوراء وقال إنه يكفر السنة الماضية، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وكثر السنة الماضية، فهو أفضل يصام يوم تطوع بعد صيامي أو بعد فضل صيامي يوم عرفة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثني محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك المروزي عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا أحمد وهو ذكره على سياق محمد بن أبي حفصة، لأنه بالإسناد الثاني، لأنه ذكر الإسناد الأول ولم يذكر المتن، قال في آخره عن عائشة رضي الله عنها، وبعدين رجع بالإسناد وذكر إلى عائشة، وذكره على لفظ محمد بن مقاتل. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. ثم ذكر يعني هذا الحديث ليحجن هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج، يعني معناه أن الحج أنه قائم بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج. وذكر في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحجن البيت بعد خروجه يأجوج ومأجوج، ومعنى وهذا يدل على أن
أن يعني أنه في الوقت الذي تكونه العلامات الكبيرة الواضحة في الدالة على قيام الساعة أنه يحج بعدها، ومن ذلك يعني كونه أنه كونه بعد يأجوج ومأجوج بعد أن يهلك أو ما مسلك الذي فهدوك ملوك والناس وصلين عميرهم المسيح أو الله الدجال، يعني يكون موجودا في ذلك الزمان ويهلكه الله على يدي عيسى بن مريم مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة وتخرج يأجوج ومأجوج ويفنيهم الله. والحديث يدل على أنه حج يعني بعد هذه الآيات العظام والآيات الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة، وأن الحج يكون بعد ذلك الوقت، وهذا دال على استمرار الحج وقيامه الناس به، وأنه حتى بعد وجود الآيات الكبار بعد وجود يعني بعض الآيات الكبار من علامات الساعة أنه يحصل حجه. نعم. وذكر في الطريقة الثانية التي عن شعبة أنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وهذا فيه إثبات الأول فيه إثبات الحج بعد خروج أجوج ماجوج، والحديث الثاني يدل على أنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني معناه أنه يأتي زمان قبل قيام الساعة لا يحج البيت. وهذا يعني يجمع بين الحديثين بأن الاستمرار موجود إلى ما بعد يأجوج ماجوج، وأنه يعني يأتي وقت بعد يأجوج ماجوج لا يحج فيه البيت، ولعل ذلك يكون بعد تخريب السويقتين من الحبشة، فإنه يعني لا يكون بعد ذلك إلا الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة، وعلى ذلك لا يحج البيت لأنه يهدم ولا يحج. وقبل ذلك يعني في الوقت الذي يكون فيه أو بعد خروج يأجوج دل الحديث السابق على أنه يحج البيت. وقال شعبة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني نفس الإسناد وليس الإسناد إلا أن فرض شعبة بهذا أنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والحديث السابق فيه أنه يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، والجمع بينهما بأنه بعد قيام الساعة يأتي وقت بعد خروج يأجوج ومأجوج يأتي وقت لا يحج فيه البيت يعني قبل قيام الساعة. ولعله كما قلت أن ذي السويقتين إذا هدمها أنه لا يكون الحج بعد ذلك، وقد يكون الحج ولكن يحج إلى البقعة أو الطواف يكون بالبقعة، لأنه ليس بلازم أن يكون الطواف بالبنيان، بل لو لم يوجد البنيان فإنه يطاف به، يعني كما هو الآن يطاف بالحجر وهو ليس مبني، أقول جزء من الكعبة يطاف به الآن وهو ليس فيه بنيان، ومع ذلك يطاف بمكانه، فلو ذهبت الكعبة كلها فإنه يطاف بها، ولو أن الكعبة يعني هدمت لبنائها فالطواف مستمر وإن كانت غير موجودة، فالطواف يستمر بمكانها ولو كانت غير موجودة. ومعنى ذلك أنه قد يعني يكون أيضا بعد ذي السويقتين أنه يحصل شيء ولكن إلى البقعة، ولكن ليس إلى البنيان، لأن البنيان يهدم ولا يبنى، ويعني والطواف يمكن أن يطاف بالبقعة ولم يكن البنيان موجودا، كما هو الآن مشاهد معاين أن جزءا من الكعبة مقدار 6 أذرع أو تزيد أو ما يزيد على 6 أذرع من جهة الشمال في داخل الحجر هو من الكعبة، لأن قريش قصرت بهم النفقة كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي، والطواف يكون بهذه البقعة من غير أن تكون مبنية، فكذلك لو ذهبت الكعبة كلها الناس يطوفون بمكانه. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي. نعم. عن أبيه. نعم. عن إبراهيم بن طهمان. نعم. عن الحجاج بن حجاج. نعم. الباهلي البصري. نعم. عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. تابعه أبان بن يزيد العطار. تابع محمد بن حفص والثاني لا عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد هنا لا قبل
تابع الحجاج بن حجاج تابعه أبان وعمران عن قتادة. تابع الحجاج بن حجاج عن قتادة وعمران هو ابن داور القطان عن قتادة. وقال وقال عبد الرحمن عن شعبة رحمن بن نعم عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. يعني بالإسناد يعني انفرد شعبة يعني في الذي رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي بأنه لا يحج البيت والأول أكثر لأن الحجاج تابعه اثنان وهما أبان وعمران. أبان وعمران نعم. ثم قال سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. نعم يعني معناها أنه جاء في بعض يعني في 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 بعض ال هو أورده معنعن أي أورده معنعن ثم ذكر أنه حصل فيه السماع بين قتادة وعبد الله وبين قتادة وأبي سعيد وبين عبد الله بن أبي عتبة وأبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما. ثم قال باب كسوة الكعبة يعني المقصود منها يعني ماذا يفعل بها أو التصرف بها يعني بيان حكم التصرف بالكعبة بكسوة الكعبة وأنه يتصرف ولم يذكر شيئا يتعلق بالكسوة ولكنه ذكر شيئا يتعلق بالذهب والفضة التي تكون للكعبة وأن عمر رضي الله عنه قال إنه يعني لا يدع صفرة ولا بيضة إلا قسمها ويعني فيكون أورد هذا الحديث فيكون مقصود منها أن كسوة الكعبة مثل الذهب والفضة يتصرف فيها كما يتصرف بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة هو للكعبة والكسوة هي للكعبة فيتصرف فيها كما يتصرف الذهب والفضة. المقصود من ذلك التصرف في 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 الكسوات القديمة البالية التي انتهى استعمالها فإنه يتصرف فيها ويعني وتقسم ويستفاد منها ولا تتلف أو تقبر وإنما يستفاد منها وأن حكمها وأن الذي ورد عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالذهب والفضة أنه يقال بالكسوة فليس المقصود من إثبات كسوة الكعبة فكسوة الكعبة ثبتت كما ذكرت قريبا في الحديث السابق أنه تستر فيه الكعبة يوم عاشورة يعني معناه فيه كسوة الكعبة وأنها تكسى والحديث الثاني الذي فيه يوم الفتح قال يعني اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأسار الكعبة يعني لاجئا إلى البيت ويعني ملتصقا بالبيت يريد النجاة ويريد السلامة من القتل اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسار الكعبة ففيه إثبات كسوة الكعبة وذكر أيضا كذلك الحافظ بن حجر ذكر الإجماع على جواز كسوتها بالديباج والديباج هو الحرير الغليظ أو ما غلظ من الحرير فإذا هذه الترجمة ليس المراد بها إثبات الكسوة وإنما المراد بها التصرف بالكسوة التصرف بالكسوة وأنها تستعمل وأن ما بلي منها ومن تهي يعني عتق منها فإنه يستفاد منه لا يتلف ولا يقبر وإنما يستفاد منه كما أن يعني ما يكون على الكعبة من الذهب والفضة أنه يقسم ويستفاد به منه فكذلك يستفاد يعني من هذا ومعلوم أن أقدس أو أشرف إنسان هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي يعني بعض ثيابه لبعض أصحابه ليستفيدوا منها كما أعطى يعني أعطى شعار أعطى إزاره لتشعر به يعني إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام
وقال أشعرنها إياه كما قال ذلك اليوم عطية. وكذلك أيضا يعني الرجل الذي طلب منه الحلة التي نسجتها امرأة له لتلبسها إياه وأنه لبسها محتاجا إليها, فرآه رجل قال ما أحسنها أعطنيها أو اكسنيها, فدخل بيته وخلعها ونزعها وطواها وأعطاها إياه. فهم بعد ذلك أنكر عليه وعيب عليه يعني هذا الـ يعني هذا الـ يعني هذا الـ التصرف الذي في ظاهره يعني ليس بحسن, ولكنه بعدما تبين من قصده أنه يريده صار يعني محمودا. فقال إني ما سألتها إياه الذي تكون كفني, يعني أراد أن يكون هذا الذي مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم يمس جسده, يمس جسد هذا الرجل إذا مات, هذا الذي أراده. وهذا الذي تعجب منه الناس واستغربه الناس يعني يصدق كما قيل إذا ظهر السبب بطل العجب, إذا ظهر السبب بطل العجب, يعني فالناس يتعجبون ويستغربون, ولكن لما تبين السبب العظيم السبب الطيب السبب المناسب الذي يعني دفع هذا الرجل إلى تحصيل أو الحصول على هذه البردة التي لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام, فيصدق عليه ما قيل إذا ظهر السبب بطل العجب. فإذا كان يعني لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يعني يحيط بجسده أنه يستفاد منه ويعطى لمن يعني لمن أراد أن يصل يعطاه إياه, فكذلك كسوة الكعبة أيضا تعطى ويستفاد منها ولا تهدر ولا تضيع. يقرأ قراءته. عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي. يقول أبو وائل وهو شقيق بن سلمة وهو خضرم من كبار التابعين, جلست مع شيبة وهو شيبة بن عثمان الحجبي الذي هو يعني من بني شيبة الذين هم حجبة الكعبة والذين هم سدنتها والذين هم الذين يفتحونها ويغلقونها وبيدهم مفاتيحها, يعني كان يعني قال جلست معه في على كرسي وهو جالس على كرسي في الكعبة. وقد جاء الحديث في موضع آخر وقال في المسجد بدل الكعبة. شوف الحديث له طرف في الآخر 7275. قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد, قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا. يعني هنا قال المسجد, يعني والمسجد هو الذي يعني يكون فيه غالبا الاتصال بخلاف الكعبة, فإن فتحها لا يكون يعني متيسرا في كل وقت وليست مفتوحة يعني يأتي الناس إليها كلما أرادوا ويحصل التلاقي بينهم فيها. فالغالب والذي يظهر والله أعلم أن ما جاء في الطريقة الثانية الذي هو ذكر المسجد أن المقصود به المسجد يعني الذي حول الكعبة وأنه ليس في داخل الكعبة, ويكون قوله في يعني في الكعبة يعني أنه يعني قريب منها والموضوع أيضا يتعلق بها, يعني مدار الحديث والذي حدث به شيبة وأخبر به عن عمر الأثر الذي أخبر به عمر أنه كان يعني يتعلق بالكعبة ويتعلق يعني بما فيها, وقال إن عمر جلس هذا المجلس. فالأقرب والله أعلم أن هو الحديث واحد وجاء فيه الكعبة وأن المجلس كان في الكعبة, هو جاء أنه المجلس في المسجد والمسجد أقرب من الكعبة لأن الكعبة ليس فيها مجال لأن تكون مفتوحة كل وقت وأن الإنسان يأتي ويجلس فيها أو يكون سادنها في داخلها والناس يأتون إليه ويجلسون إليه, يعني ما في شيء يوضح هذا. لكن لما جاءت الحديث واحد ومصدره واحد وفيه التفاوت فيمكن أن يكون بعض في الرواية بالمعنى وأن مقصود أنه جلس في المسجد وأنه كان جالسا في المسجد وليس جالسا في الكعبة, وقال أن عمر يعني قال كذا وكذا, فقلت له أنك لا تفعل لأنه لم يفعله صاحبك. قال هما المرآن يقتدى بهما, يعني صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذين سبقوه, يعني فهما ما حصل منهم يعني هذا الذي هم به عمر.
وقد جاء في بعض الروايات يعني يعني اختلف في ما يتعلق بمال الكعبة والتصرف فيه وإنفاقه وعدم إنفاقه وما إلى ذلك. فمنهم من قال إنه لا 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 ينفق لأنه وقف على الكعبة، والوقف على الكعبة يكون يعني فيها ويكون لمصالحها. ومنهم من قال إنه جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بهدم بناء الكعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات حديث عائشة وفي صحيح مسلم أنه قال لولا حدثان قومك بكفر لا أنفقت مال الكعبة أو لا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. يعني فكأنه يعني ما حصل عند في زمن أبو بكر ولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن أن, 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 أن هذا مثل قضية بناء الكعبة وهدمها، وأن الناس قد يحصل في نفوسهم شيء ممن دخلوا في الإسلام وحديث عهدهم بالكفر. وقال الحافظ الحجر أن هذا هو المعتمد، يعني هذا التعليل الذي من أجله لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل يعني عمر أبو بكر رضي الله عنه يعني ذلك الشيء، أنه من أجل أن هذا مثل بناء الكعبة، والحذر عن الخوف أن يترتب على ذلك مضرة في حق هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ويخشى أن يحصل لقلوبهم شيء من النفرة بسبب ذلك، ويكون يعني هدم الكعبة وكذلك إنفاق يعني في مالها في سبيل الله عز وجل، يعني أن ذلك من أجل مراعاة ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا دخلوا في الإسلام وحديث عهدهم أنه قد يحصل بذلك مضرة يعني بسبب ذلك. اقرأ الحديث. فلا يحمل على الحجر الجلوس في الحجر. يمكن أيضا أن يكون في الحجر، لأن الحجر من الكعبة، هو الحجر من الكعبة، فإذا جلس في الحجر يعني جلس خارج الكعبة المبنية وهو في الكعبة أو جزء الكعبة الغير المبني، يمكن أن يكون كذلك، لأن الدخول في الحجر سهل، والناس يدخلون ويخرجون ويلتقي بعضهم بعضا بالحجر، فيمكن هذا، قد يكون هذا يعني فيه يعني الجمع بين ذكر الكعبة وبين ذكر المسجد. قال أبو وائل جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. ثم ذكر عمر رضي الله عنه لما قال له قال هما المرآن أقتدي بهما، يعني أنهم هم القدوة وهم الأسوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهم قدوة الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصحابة بعد أفضل أصحابه أبو بكر رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه هو الذي يعني عهد إليه أبو بكر واتفق الناس على بيعته، فهو مقتد بهما وهو سائر على طريقهما، ولا يعني ذلك أنه لا يفعل يعني مثل هذا الفعل، ولكنه بين هذا الثناء، وأنه إذا كان يعني ذاك بسبب يعني حدوث عهدهم بالكفر فإنه قد يعني يحصل يعني بعد ذلك إذا استقرت الأمور وذهب ما في النفوس مما يتعلق بأمر الجاهلية أنه يمكن بعد ذلك. ولهذا ابن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها، وبعد ذلك هدمها الحجاج وعادها على بناء قريش، وبقيت الكعبة على هذا البناء ولم تبنى على قواعد إبراهيم، يعني لئلا يعني يتنافس أو يتسابق الولاة على بنائها، كل من جاء يبنيها حتى يقال هذا بناء فلان، وإذا ذهب فلان وجاء فلان هدمها وقال هذا بناء فلان. لهذا قال مالك كما مر بنا بالأمس أنه لما استشاره المنصور أو المهدي أو الرشيد يعني عن هدم الكعبة وبنائها
على يعني قواعد إبراهيم قال ناشده قال لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، لا تجعل الكعبة أو لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، يعني كل واحد يأتي ويبني، يعني هذا شرف، شرف للإنسان يقال هذا ابن فلان، لكن لو حصل هذا ما بقي بناء دائم، بناء هدم وبناء هدم وبناء وهكذا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي البصري. نعم. عن خالد بن الحارث المصيصي. خالد بن الحارث الطحان الواسطي. خالد بن الحارث. نعم. لا. خالد بن الحارث خالد بن عبد الله الطحان، أما خالد بن الحارث خالد بن الحارث الهجيمي المصيصي الأعور. كان الحارث موجود؟ لا. خالد بن الحارث في الحارث اين هذا؟ ليس هو الطحان. خالد بن عبد الله صحيح، هذا عبد صالح خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهذا مصيصي. عن سفيان عن واصل الأحدب. عن سفيان هو الثوري. عن واصل الأحدب. نعم. عن أبي وائل. نعم. قال وحدثنا قبيصة ابن عقبة سوائي. نعم. عن سفيان. نعم. هو عن هو الثوري. نعم. عن واصل عن أبي وائل. نعم. عن شيبة. نعم. شيبة بن عثمان الحجبي. يقول السائل ما هي الفائدة من كسوة الكعبة؟ تعظيمها، فيها تعظيم لها، فيه تعظيم لها، كسوتها من تعظيمها. وقول هنا لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني ذهب وفضة، لأن الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، يعني ادعاء أن في الكعبة كنز أو أنه مدفون تحت كنز أو المال الذي يكون يهدى للكعبة أو كل ما يهدى للكعبة. نعم. فيها. نعم. في داخلها. نعم، يعني إما يكون ظاهرا أو مكنوزا. نعم. ويمكن أن يكون أيضا يعني إنه مكنوز، لأن المكنوز إخراجه يكون يعني بعمل شيء، يعني لأنه جمع بين يعني بنيانها من جديد وإخراج كنزها، يعني معنى ذلك أنه يحتاج إلى هدم أو إلى يعني عمل يعني يظهر معه الكنز، وقد يظهر الكنز بدون هدمها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن أخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الصحابي الأول من هو اللي قبله؟ الأول عن ابن عباس، وهذا ثاني عن أبي هريرة، وعلق عن عائشة. نعم. معلق عن عائشة، والأول عن ابن عباس والثاني عن ابن عباس. الأول الذي علق عن عائشة هذا غير، يعني ما حصل به هدم، هذا مثل الذي حصل لأبرهة ملك الحبشة الذي أرسل الفيل الجيش الذي معه الفيل وأهلكهم الله كما جاء في سورة الفيل، فأولئك حصل في يعني في الجاهلية أن الله حفظ البيت ومنع منه الحبشة ولم يصلوا إليه وسلمه الله منهم وسلم أهله منهم بهذه العقوبة التي عاقبهم بها، وهي إرسال طير الأبابيل التي ترميهم بالحجارة حتى أهلكهم الله عز وجل. وهذا أيضا أخبارنا أمر سيقع في المستقبل، ولكنه ليس فيه هدم، وإنما جيش يغزو الكعبة ولكنه يقصف بهم،
يعني تبلعهم الأرض ويسقطون في الأرض ويذهبون في الأرض. فيعني ليس فيه يعني هدم، ولكن فيه أمر من الأمور المستقبلة، وهي أن الكعبة تغزى كما غزيت يعني في الجاهلية، وأنه يحصل لهم الخسف وهو الذهاب في الأرض، وهو أنهم يذهبون في الأرض، فيعني بدل ما كانوا على ظهورها يكونون في باطنها وتكون مقبرة لهم. فليس فيه ذكر الهدم، ولكن يعني فيه من أراد الهدم أو أراد الإساءة فحصل له مثل ما حصل للحبشة، إلا أن أولئك بالحجارة أهلكوا، وهؤلاء أهلكوا بكونهم يذهبون في الأرض بهذا الخسف. ولهذا جاء في يعني، والحديث سيذكره المصنف فيما بعد، وفيه أنه قال يعني كيف يقصوا وفيهم الصالح وفيهم كذا، قال يعني قال يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، يعني إذا يعني حصل يعني خصف مع أناس ليسوا منهم، وإنما هم يعني تابعون لهم وليسوا يعني قصدهم هذا القصد، فإن كل يبعث على نيته. نعم. حديث ابن عباس قال كأني به أسود، كأني به هنا، كأني به هنا يعني ليس به ذكر المرجع للضمير، ولكن المقصود هو هو ذي السويقتين الذي مر ذكره، حديث السويقتين الذي مر ذكره منه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، حديث السويقتين الذي مر المعني به كأني به، يعني الحبشي الذي هو ذي السويقتين يعني الساقين الدقيقتين تصغير ساق، يعني يقلعها حجرا حجرا، كأني به أفحج. نعم أفحج يعني متباعد القدمين، يعني ليس يعني متقارب فيه فحج بين القدمين. نعم. كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، كأني يعني أنظر إليه، يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأمر محقق وكأنه يشاهده الآن ويعاينه، وهذا فيه إخبار عن أمر مستقبل كأنه يراه. وقد جاء يعني استعمال ذلك في بعض الحديث الماضي، كأني أنظر إلى موسى، يعني الحديث الذي مر بنا قريبا أنه يعني أنه يلبي ونازل من الثنية أو من المكان من جبل، كأني به كأني أنظر إلى موسى، يعني هذا في الماضي، وهنا كأني أنظر إليه يعني في المستقبل. وهذا من العبارات التي يعني يصير فيها يعني توضيح الخبر ويعني تحقق منه، وكأن الإنسان الآن يشاهده، وكأن الإنسان وكأنه صلى الله عليه وسلم يشاهده ويعاينه، فهذا إخبار عن أمر ماضي كأنه شاهد كأنه يشاهده، وهذا أمر إخبار عن أمر مستقبل كأنه يشاهده. والضمير يعني مرجعه ليس موجودا، ولكن مقصوده للسويقتين. ولكن يعني ما جاء في الحديث الثاني يعني لو جاء هذا الحديث بعد الحديث الثاني كان يصير يعني يوضح مرجع الضمير، يعني عليش الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال فعشان يخرب الكعبة ذي السويقتين، يخرب الكعبة ذي السويقتين. فالحديث الأول يقول كأني أنظر إليه، يعني فيكون المقصود يعني هو هذا، وهو معروف، والحديث إنما جاءت في تعيينه وأنه ذو سويقتين من الحبشة، لكن يعني الحديث الأول الثاني يبين الذي يخرب من هو، وأنه يعني ذو سويقتين، كأني به لا ثاني يخرب الكعبة ذو سويقتين، يخرب الكعبة ذي السويقتين. يعني يعني المقصود بالضمير اللي في قوله كأني أنظر إليه يعني مقصود ذي السويقتين، قوله يقلعها حجرا حجرا يعني من فوق، يعني يأتي من فوق يقلعها حجر حجر حتى يصلها. هل هدم الكعبة من علامات الساعة الكبرى؟ لا شك، لأنها تكون بعد يعني تكون في آخر الزمان، في آخر الزمان يعني الوقت الذي يعني لا تهدم لا تبنى بعده، فهمنا على الساعة الكبرى لا شك.
وهي بعد يأجوج وماجوج. وقد يكون أنها يعني أنها قبل ذلك، ولكن أن الناس يحجون إلى المكان يعني محتمل، لأن المكان كما قلنا، لكن الرسول قال لا يحج أن هذا البيت، وحج هذا البيت قد يكون مبني وقد يكون مكانه، محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن كونها تهدم يعني إذا هدمت فإنها لا تبنى. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قطان عن عبيد الله بن الأخنس. نعم. عن ابن أبي مليكة. نعم. عبد الله بن أبي عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن يحيى قال حدثنا ابن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم ذكر قد ما ذكر في الحجر الأسود يعني مما صح عند البخاري مما جاء فيه ذكر الحجر الأسود، يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر وقبله أو أراد تقبيله والناس يرون والناس معه حوله، وقال يخاطب الحجر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلته. عمر رضي الله عنه أراد أن يبين للناس أن هذا الذي يفعلونه مع الحجر إنما هو اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا علاقة له بما يعتقده الجاهلية من تعظيم الأحجار والأشجار وتقبيلها وعبادتها والإشراكها بالعبادة مع الله، يعني هذا شيء لا علاقة له بما يفعله الكفار الذين يعبدون الأحجار والأشجار. أراد أن يبين أن هذا كله مجرد اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس. أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني مثل ما كانوا في الجاهلية يعتقدون الحجارة تنفع وتضر وأنهم يعبدونها ويطلبون منها يعني النفع والضر وجلب النفع ودفع الضر، يعني كانوا يعتقدون الجاهلية، قال يعني هنا أنهم ما كانوا يعتقدون اعتقاد الجاهلية ولا يعني علاقة لهذا الفعل بما كان عليها الجاهلية الذين يطلبون النفع ودفع الضر من الأحجار والأشجار، وإنما هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس، ولهذا قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. نحن نقبل ما قبله الرسول ونترك الشيء الذي لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل المسلمين اتباع وليس من أجل ما يتعلق بها الجاهلية في الأصنام التي يعبدونها مع الله ويجلبون ويطلبون منها دفع تحصيل المنافع ودفع المضار. أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والمقصود من كونه يخاطب الحجر أن يسمعه الناس، وهو من باب المثل المشهور: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمعي يا جارة، هو يخاطب الحجر والمراد أنه الناس يعني يفهمون يعني ماذا يريد، وليس هذا يعني كونه يخاطب الحجر من أجل يعلم الحجر وأن الكلام بينه وبين الحجر وأن الناس لا وأنه لا علاقة لغيرهم فيه، بل مقصود هو تنبيه الناس الذين يعني يعرفون أحوال الجاهلية وأنهم يعبدون الأصنام والأحجار ويعبدون الأشجار، أن هذا الفعل لا علاقة له بهم، وإنما هذا كله اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يوجد مكان في الأرض يعني يشرع تقبيله من الجمادات إلا هذا المكان فقط، لا يوجد في الأرض مكان يشرع تقبيله من الجمادات إلا هذا الموضع فقط، فلا يقبل
يعني جدران ولا يقبل بنيان ولا يقبل الحجر ولا يقبل مقام إبراهيم ولا تقبل ولا يقبل الركن اليماني أيضا ولا تقبل جميع جهات الكعبة ولا يقبل أي مكان في الأرض إلا في الحجر الأسود. ولهذا يعني لو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت من الأوقات لا يشاركه فيها أحد من الأرض ما يتحقق الوفاء بنذره إلا في حالة تقبيل الحجر الأسود، في حالة تقبيله الحجر الأسود منفرد بهذه العبادة، عبادة التقبيل للجمادات أو لشيء من الجمادات اختص به في اللحظة التي هو يقبل الحجر. فإذا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد من الأرض لا يفي بنذره إلا إذا قبل الحجر الأسود، فإنه في الوقت الذي يقبله لا أحد يشاركه في الأرض بهذه العبادة التي هي عبادة التقبيل للجمادات. ولهذا كثير من الأعمال والعبادات توجد في كل مكان، الإنسان إذا صلى كم لله مصلي في أي لحظة من اللحظات، كم لله مصلي في أي مكان من الأرض، الصيام كم لله من صائم، كم لله من متصدق، كم لله من قارئ القرآن، كم لله من ذاكر، لكن ما يقال كم لله من مقبل، كم لله من طائف في الأرض، كم لله من طائف في أي مكان أو مقبل حجارة في أي مكان، لا يقال هذا، لأن الطواف لا يكون لعند الكعبة والتقبيل لا يكون للحجر الأسود. فإذا نذر إنسان عبادة يستقل بها لا يتأتى ذلك إلا بتقبيل الحجر الأسود أو يخلى له المطاف ويطوف وحده، فإنه يكون أتى بعبادة لا يشارك فيها. لكن الذي ما يحتاج إلى إخلاء ولا يحتاج إلى عمل هو تقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله اختص بهذه العبادة وهي تقبيل الحجارة أو تقبيل البنيان. أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأس يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يقبل الركن اليماني ولا تقبل الجدران، بل ولا تستلم باليد إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم باليد ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويستلم، يقبل ويستلم ويكبر عند محاذاته، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يكبر ولا يشار إليه عند محاذاته، لأن هذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، هذه التفاصيل جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الحجر واستلمه وأشار إليه، والركن اليماني قبله ولا استلمه بيده ولم يقبله ولم يشير إليه ولم يكبر يعني عند محاذاته. فإذا العمل كله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الناس إذا جاءت السنة يأخذون بها، وإن لم يعرفوا الحكمة، وإن لم تحصل معرفة الحكمة به، الشيء الذي أمر به الرسول وجاءت به السنة يفعل، عرفت حكمته ولم تعرف حكمته، لكن إذا عرفت حكمته يزداد ذلك وضوحا وبيانا وبصيرة يعني للناس، لكن لا يتوقف الفعل على معرفة الحكمة، لا يتوقف الفعل على معرفة الحكمة. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه ومعه يعلى ابن أمية أو يعني فقال طفت معه مع عمر رضي الله عنه، فلما جاوز الحجر الأسود وأقبل على الحجر وجاء عند الركن الذي عند الحجر اللي هو من جهة باب الكعبة ومن جهة الحجر الأسود، أخذت بيد عمر ليستلمه، أخذ به عشان يستلم، فنظر إلي وقال لما ماذا؟ قال لتستلمه، قال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال هل رأيته استلمه؟ قال لا، قال امضي. يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني بيده وقبل الحجر الأسود بفمه وغيرها ما حصل منه شيء من ذلك. ولهذا عمر قال له يعني عند الركن الذي يعني الحجر أنه يعني ما فعله الرسول إذن لا نفعله. يقول عمر رضي الله عنه أنه أتى الحجر وقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نعم. وأما ما يذكر من زيادات على هذا الأثر علي رضي الله عنه، زيادة أن علي رضي الله عنه قال لعمر كيف وهو يأتي يوم القيامة ويشهد. هو شوف الحافظ هل ذكر يعني الحديثين يعني قال إنهما مصححان يعني في ذلك وهما. قال وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثة ثم قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. قال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. هذا حديث ضعيف يعني ورد في هذا يعني عن ابن عباس وهو ضعيف، ويعني ذكر الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة في رقم 223 ذكر هذا الحديث وذكر من فيه من الضعفاء وأنه حديث باطل. ذاك الحديث فيه غير فيه قبل شيء قبل الحديث الذي مر هذا اللي بين علي وعمر. قال قد وردت فيه أحاديث حجر الأسود، وقد وردت فيه أحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. خرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. وقال الترمذي حديث غريب ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. ومنها حديث ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. خرجه الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له طريق أخرى، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. قد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. يعني حماد بن سلمة لم يسمع قبل الاختلاط، الذي سمع منه قبل الاختلاط حماد بن زيد، وأما حماد بن سلمة فروى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ويعني لم يتميز يعني فلم يعول على روايتي عطاء ابن روايتي عن عطاء ابن السائب. والحافظ بن حجر هو الذي ذكر هذا في تهذيب التهذيب في آخر ترجمة عطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب ممن اختلط، وطريقة أهل العلم المحدثين في المختلطين أن ما سمع منه قبل اختلاطه فهو صحيح، وما سمع منه بعد اختلاطه غير صحيح. وعطاء بن السائب ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب ستة أو سبعة سمعوا من قبل الاختلاط، منهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وزائدة بن قدامة وأيوب السختياني وذكر حماد بن سلمة هذا وقال إنه يعني جاء عنه أنه قبل الاختلاط وأنه بعد الاختلاط، ويعني والذي سمع منه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز يعني لا ليس
لا يعول عليه، لأنه قد يكون ما سمعه بعد الاختلاط. فهنا قول حافظ بن حجر وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط، يعني هذا يخالف ما ذكره في تهذيب التهذيب في ترجمته، ترجمة عطاء بن سائب، وأنه ليس مما سمع منه قبل الاختلاط. وش بعد الحديث؟ قال وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصحه أيضا ابن حبان. نعم. والحاكم. مش بعده؟ شو الباب اللي بعده؟ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت إن شاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي الإسان إسناد. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. نعم العبدي. عن سفيان الثوري. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم النخعي. عن عابس بن ربيعة. نعم. عن عمر بن الخطاب. قال جاء إلى الحجر الأسود فقبله. عن عمر رضي عنه أنه جاء. عن عابس بن ربيعة. نعم. عن عمر رضي عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل لنا أن نفعل مثل ما فعل عمر رضي عنه إذا قبلنا نقول إني حجر إنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ لا، ليس هذا من 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 السنة التي تفعل هذا. عمر رضي الله عنه ما قاله يعني لشيء يقال في هذا المكان، وإنما قاله ليسمع الناس، ليسمع الناس أن هذا الذي يفعله المسلمون إنما هو من أجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الإنسان ينوي في قلبه ويكون في قلبه يفعل السنة اتباع الرسول، لكن لا يشرع له أن كل من يأتي له يقول إنك حجر لا تضر ولا تنفع. وعمر رضي الله عنه أضاف لولا أني رأيت من يقبلك ما قبلته. أحسن الله إليك. الأخوة يسألون أنه قد وزع من قبل نسخ من صحيح البخاري على بعض طلبة علم، وبعضهم للأسف ترك الحلقة فأبقى هذه الكتب موجودة الآن على الدولاب الموجود هنا في الحلقة وهي متراكمة، هل لهم الآن أن يعيدوا إعادة توزيعها مرة أخرى؟ لأن في الغالب أصحابها وضعوها من أيام وتركوها. أبدا، إذا كانت موجودة من أيام وتركوها توزع، أقول توزع لا تبقى، لأن لو كان نسخة واحدة وكذا يمكن واحد صاحب نسيها، لكنها ما دام أشياء موجودة يعني أخذوها وتركوها، فإذا يأخذها من يستفيد منها أو توزع على من يستفيد منها. سؤال آخر يقول هل يمكن أن هل يصلح أن يوضع مثل صحيح البخاري سترة إذا لم يجد الطالب عمود يستتر إليه فيضع سترة ليصلي إليه؟ ما لا بأس بذلك، يعني كونه يجعلها يعني أمامه يعني يكون بينه وبينه، لأنه يوضع على الأرض لا بأس يوضع على الأرض، وكونه يضع أمامه يعني بعيدا منه يعني أولى من كونه يجعله عند ركبته أو تصل إليه ركبته، يعني كونه يضع أمامه ويكون علامة على أن 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 هذه سترة، وإن كانت سترة يعني ينبغي أن تكون أعلى من هذا مثل ما جاء في مثل مؤخرة الرحل، يعني شيء بارز، لكن مثل هذا يكفي، لأن البعض يوقفه واقف يخليه واقف حتى يرتفع. لا يصلح، لا مثل هذا العمل لا يصلح، لأن هذا يمكن يأتي أحد ويضربه برجله ويطعه. كذلك هذا يسأل عن الأوراق الأسئلة تكتب في قصاصات ثم تنتقل بين الطلبة، يقول البعض يرميها رميا، هل يليق هذا مع ما موجود فيها من أسئلة وربما لا فيها؟ لا، ما يليق، هذه تؤخذ وتحرق. لا، فيما البعض يعني مثلا سائل في مؤخرة الحلقة فهو يمدها للذي أمامه والذي أمامه يمدها للذي حتى تصل إليه، هذا طيب. لا، هم بعض الإخوان جزاهم الله خير استعجالا رميا، ترمى رميا الورقة رمي. لا، يعني رمي ويأخذها ثاني. لا، يرميها الآخر الأخير لتصل إلى صفين ثلاثة
قبل ذلك، ليست مناولة، يعني معناه انه يعني ما وصل اليه ورماها اليه، ايه؟ بحيث انها وصلت ياخذها. نعم. ما تبقى في الارض مهانة. لا، قد تسقط في الحجر او تسقط. لا، اذا كانت انها ستبقى في الارض والناس يطعونها ما يصح. اما كونه يرميها اليه حتى تصل اليه ما في ناس. الحافظ ابن حجر يقول: ومعاذ الله ان يكون لله جارحة. يعني هذا فيما يتعلق باليد، يعني اولا الحديث ليس بصحيح، لكن اليدين جاء في القرآن وجاء في السنة، ولكن لا يطلق عليها يعني ما يطلق عنه، وإنما يقال يد الله عز وجل، وهي صفة من صفاته قائمة بذاته، يعني تثبت كما جاءت، ولكن لا يعبر عنها يعني بجارحة، لا يعبر هذا التعبير، يعني لا يصلح أن يعبر عن يد الله بأنها جارحة، وإنما لله يد حقيقية تليق بكماله وجلاله، لكن لا نسميها جارحة. تكرر أسئلة أحسن الله إليك عن قضية: ما حكم مشاركة السلفيين في الانتخابات في البرلمانات والرئاسة وترشيح أنفسهم لذلك؟ مثل هذه المسألة من مسائل يعني صعبة، وإذا كان الإنسان بيدخل من أجل أنه يكون عضو في برلمان أو يعني بحيث أنه يشارك، وفي الغالب أنه يعني الذين يكونون موجودين فيها يعني يختارون شيئا يعني ليس بحق وهو لا يستطيع إنكاره، فالذي ينبغي أن لا يدخل. لكن إذا كان المقصود يعني رجلان تقدما أو أكثر للرئاسة والولاية، وبعضهم يعني متميز يعني في دينه وفي صلاحه، أو يعني بعضهم أهون من بعض، فإن من يكون متميزا يصوت له فقط، يعطيه الإنسان صوته، لكن لا يروح يدخل في برلمانات ويصير يعني يقر أمور منكرة أو يشارك في أمور منكرة، هذا ما يصلح. أما إذا كان مجرد كونه يختار واحد هو أمثل الناس أو أمثل المتقدمين أو أحسنهم أو أنه معروف بالسلامة ويعني يعطيه صوته، ما في بس، لأن هذا اختيار لمن هو خير أو لمن شره أخف. وأما إذا كان ما الدخول في هذا ما يترتب عليه مثل المصلحة، فإن الإنسان يبتعد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.